الاسود 1000 فرنك، البوتيات 1000 فرنك، يعني كيل وين كيل وين صرنا ب 10000، يعني الواد منين توصل؟ هذا حال اغلب اسعار المواد الغذائيه مع قدوم شهر رمضان المبارك باسواق محافظه السماوه التي تعتبر من افقر المحافظات العراقيه. الارتفاع الكبير باسعار الحاجات الاساسيه زاد من معاناه الاهالي وجعلهم يطالبون بمراقبه الاسعار. بالضبط، هذه الاسعار غاليه، الطحين غالي، كان خبز 8000 هسه 6000. الطحين غالي، الطماطة غالية، الدهن غالي، كله غالي. بس أنا شو أقول من الحكومة؟ ها؟ خلت تسوي رقابة على ذولا. الأسعار صعدت هواية، والمتضرر الأول بها الفقير. يعني مدينة بأكملها لا بها عمل، لا بها مصنع، لا بها فشي. يعني هاي شوف الناس كلها كسبة. وتجي الأسعار نار. العوائل الفقيرة بالمحافظة تقدم على شراء بعض الخضروات، على الرغم من أنها لا تصلح للأكل البشري. بسبب العوز والحرمان، وعند الدخول بعمق أسواق المثنى ترى وتسمع أنواع المناشدات، فهي سهلة بالكلام لكنها صعبة التنفيذ عند الجهات المعنية. يعني هذا المواطن يأكل العراقي، هاي الدول الأخرى تأكل هاي، هذا اليوم 800 دينار بالعلوة، هذا 800 هو والبتيته، شوف هاي خلي يأكلونه، سياسيين يأكلون هذا، المواطن بغير دولة، عم خذوله غير دولة، شوفوا سوقوا، ينباع هذا، المواطن ياكل هذا، مو عيب عليكم خليتونه هالتناكر؟ انا مره كبيره لا عدراتي اولادي طلعوا مني وقاعده بالسوق، وحتى هسه من مشيت ابصر خاطرك منطره قعدت بالسوق، واريد من الدوله تكا تكيكي حتى لو بلوكات. شلون راح نصوم؟ شلون ندبر امورنا؟ زين سوونا حل ترجاك معنا، الحكومه مو ويانا، وشوف السوق كله غالي، يعني احنا كفقره امس تاخذك دكتور 150 كيفك عباس كش ما يجيب لك، الفقر شلون بيه؟ سولف لي على الاسعار اللي موجوده بالسوق اليوم. عم الاسعار كلها غاليه، كيفك الله؟ الدجاج، الطماطم، البوتيتا، الدين كله غالي. وما حد يضرب حالتنا، كيفك الله؟ ويعاني سكان المحافظه اوضاعا معيشيه واقتصاديه صعبه، حتى تصدرت الجميع بمعدلات الفقر والمحروميه بحسب البيانات الرسميه. من المثنى يونس الرباعي، التغيير.